السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من المجلة الأسبوعية بيئتنا. بيئتنا هي فضاء بيئي نطرح من خلاله العديد من المواضيع البيئية اللي لها علاقة بالوسط والمحيط اللي نتفاعلوا معه بطريقة مباشرة. أما عن رحلتنا البيئية في هذا العدد في البداية وفي إطار مشروع فك العزلة على مناطق الظل العينة من ولاية بومرداس، أما في المحطة الثانية راح نتكلم على المهن البيئية ونخص بالذكر مجال استرجاع ورسكلة مادة البلاستيك. أما في المحطة الثالثة راح نتكلم على مهام الوكالة الوطنية للنفايات في إطار الخدمة العمومية. هذه أهم المحطات اللي راح نتكلم عليها في هذا العدد ومواضيع أخرى نكتشفها مع بعض بعد هذا الفاصل. توجد بلدية أولاد عيسى بدائرة الناصرية ولاية بومرداس، وهي مشكلة من العديد من القرى المتباعدة ذات طابع ريفي فلاحي، كلها مناطق ظل، حيث يشتكي سكان بلدية أولاد عيسى من بعض النقائص كالماء والكهرباء، وهذا ما يؤثر على المردود الفلاحي بالإضافة لوضعية الطرقات. وفي إطار فك العزلة على مناطق الظل استفادت بلدية أولاد عيسى من بعض المشاريع للتنمية والتهيئة في نفس الوقت، كمشروع النقل المدرسي. زميلتنا وداد سعيدي كانت تنقلت إلى بلدية أولاد عيسى واستمعت لانشغالات المواطنين. جمال صقل ألوانه بكل إبداع، مزج بين السماء والأرض على طول هذا الأفق الرائع، ينبعث نبات دامس لا تمس أشعة الشمس، شكل ظلاً قد لا يزول. بمنطقة ولاد عيسى، منطقة ظل بدائرة الناصرية بولاية بومرداس. عايش معاناة، احنا هنا ما عندنا لا ماء لا غاز لا طريق، ولا هنا ما عندكمش الحوانت بزاف تقضيو، ما عندكم. نقضيو من البلاد الفوق، نروحو الفوق ما كاينش البلديه. شحال تمشيو باش تروحو للبلاد؟ 4 كيلو، واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو، عقلا 3 كيلو وشويه، تقريبا 4. خصصت ميزانية التنمية بقيمة 180 مليون دينار ووزعت على 19 عملية، حيث عانت هذه البلدية من أهم شروط التنمية. استفادت البلدية من عدة مشاريع في كل القطاعات، منها تهيئة الطرقات، الربط بالغاز، الربط بشبكة الكهرباء، إنارة العمومية. الحمد لله نتجه نحو ربط كل مناطق الظل بما فيها المداشر، نتجه إلى 95% خلال هذه الأيام. المنطقة فلاحية بامتياز، تعرف بتربية المواشي وبإنتاج الكروم والبطاطا رغم قلة عصب الحياة الماء. فلجأ الفلاحون لحفر مساحات مسطحة لاستقبال مياه الأمطار وتخزينها للسقي. احنا عندنا ديبتي ريزرفاسيون، يعني ريزيرفي والماء تاع الشتاء، ومام طون ما يكفيناش، يعني باسكو الماء تاع هذه الغلة تجي في الصيف، يعني لا نبات هذا اللي كنت في الصيف، يعني واش كي يخلص لنا الماء هذاك نعاودوا نجيبوه بلي كاميون، لي كاميون لي كاميون سيتان، كاميون كبار نفرغوهم ونعاودوا بالموتورات بلي موتور هذا ايسونس، نعاودوا نديروا الكوتا كوت، نسقيوها بالكوتا كوت. وساعدكم بزاف الماء تاع المطر؟ يساعدكم، يساعدنا الماء تاع المطر على كل حال، باسكو حاجه ضروريه باش الديمار، يعني الغله تاعنا تبدا تفتح هكذا تبدا تمد مع الاول، لازم الماء تاع الشتاء. عده فلاحين هاجروا اراضيهم، مين رانا نلتمس اليوم، اليوم رانا نلتمس عوده فلاحين لاراضيهم ونرشدوهم احنا باش يروحوا يخدموا في اطار قانوني، على الاقل البلديه تستفاد من مداخيل.
طريقنا الآن إلى زحافة بنفس البلدية، نزور الخالة الزهراء. سرق منها الزمن أبسط شروط الحياة وعكسه على جدران هذا المنزل من الطين، فعن أي تنمية نتحدث؟ تقولي منسية؟ ها؟ والله كذبة؟ ها؟ يا أخي صح؟ ها؟ قولي لي رحم بابا كيف راني عايشة؟ كيفاش تدفي روحك؟ عندك الغاز ما عندك؟ ما كاش الغاز، كاش بالقرع، بالقرع، ونحل المؤمنين به يجيبوهم لي. نتمنى يكملوا لي حالتي والله يعطوني دار. هذه هي اللي راني نتمنى فيها. مؤخرا تم تزويد السكان بالماء الشرب مرتين في الأسبوع فقط، كما تم تزويدهم بالغاز الطبيعي والكهرباء وتهيئة المسالك بين السكنات بالإسمنت لتثبيت التربة. هو يجيكم دائما؟ لا لا ماشي دائما، هذا ماشي دائما. كيفاش كنتوا تجيبوا الماء بكري؟ كنا نجيبوا فوق الحمير، فوق الكرارس اللي عندو كروسة، وكانوا كرارس ما كانش ذاك الوقت. كنا عايشين ما معيش، انا نروح من سيدي داود نمشي ونجي نمشي. تعرف يا سيدي داود؟ بعيد عليكم سيدي داود. واحد 15 كيلو من هكذاك. هنا كنا من اليوم ما طيقش تدخل للدار. علاه واش كان المشكل؟ الطين. الطين الغرق. للعلم ميزانية البلدية ليست بالكافية لإحداث تنمية مستدامة. بلدية ذات نقدر نقول دخل عديم الدخل. التنمية في إطار المساعدة التعلوية، سواء في مساعدة في إطار ميزانية الولاية، سواء مخططات البلدية للتنمية وصندوق تضامن الجماعات المحلية، هذو هما الإعانات اللي مرتكز عليهم البلدية في إحداث التنمية، سواء على مستوى مناطق الظل أو مستوى البلدية. مخاوف سكان هذه الناحية من البلدية من واد الأربعة كانوا يعبرونه باستمرار. اليوم استفادوا من بناء لممر مائي. كان واد كبير كنا نعقبوا فوق لوحة، ماشي غير حنايا، كانوا الجيران تاع واد الأربعة كاع كيعقبوا منا يعني. كيفاش كنتوا تجوزوا على الوادي يعني؟ كنا دايرين اللي هو نعقبوا لوحات مع الأول، بعد دايرين واحد ليبيز كنعقبوا فوق ليبيز. كانت معاناة ما عندي ما نقول لك واش كاين هنايا، يعني ما تبقاش تشوفي ما. وباش تدوزوا لدياركم كامل لازم تعديو الاولاد، واش ديروا؟ كنا نرفدوهم باش نعقبوهم، والله كانت معاناة كبيرة. ودوكا مخدمو لنا القنطرة هذه، وإن شاء الله راه دوك يكملوها ونملوا الحمد لله. النقل المدرسي بولاد عيسى هو بسمة لتلاميذ البلدية. ثلاث بوسعدة. تجي دايما في الحافلة؟ نعم. ثالثة. ايه. ذهنية، تغيير الذهنيات هو الأمر الصعب، وتغيير الذهنيات ينطلق عنده علاقة بثقة المواطن ببلديته. نهار الأول نسترجعوا الثقة هذه اللي راهي تسترجع إن شاء الله، تكون ثقة بين المواطن ويعرف بلي المواطن الجماعة المحلية يشارك في إطار الديمقراطية التشاركية. هذيك الثقة منين ترجع؟ منين تسهل عليك التعامل مع المواطن سواء في مناطق الظل أو مركز المدينة. نترك هذه البلدية لعل التنمية بها تزيح الظل عنها وتسطع أشعة الشمس بتنميتها المستدامة. اليوم وفي ركن إيكولوجيا راح نتكلموا على المهن البيئية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أبو بكر بالقايد بولاية البوليدة، حيث تم تكوين أول فوج في مجال رسكلة واسترجاع وتطوير مادة البلاستيك. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع مع الزميلة كريمة شايا، نتابع. We'll be right back.
تعتبر الصناعة البلاستيكية من الصناعات المهمة التي تتعدد استخداماتها في كافة مجالات الحياة العملية للإنسان، والتي تشهد طلباً كبيراً في عصرنا الحالي، خاصة في العديد من القطاعات الصناعية الأخرى. على هذا الأساس يعمل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أبو بكر بالقايد بالبليدة على تكوين تقنيين سامين مختصين في صناعة البلاستيك. المتربص من خلال الحصص النظرية يتلقى كل المعارف الضرورية الخاصة بمادة البلاستيك وكيفية صناعتها وتحويلها كمادة خام إلى المنتوج النهائي. هذه السبيساليتي هي سبيساليتي خاصة بالبلاستيك، هي صناعة البلاستيك، يعني تهتم بكل ما يخص البلاستيك من صناعة، من ماكينات، من يعني كلش، جميع حاجات فيها بلاستيك وما لازم يتعلموها. يعني ان تكنيسيان سوبيريور في بلاستيك اون بلاستيرجي لازم يخرج يعرف جميع حاجة، سواء برودكسيون تاع بلاستيك، سواء حتكون عندنا الماكينة كيفاش تخدم يسويها، سواء لا ماتيير بروميير كيفاش تجي، يعرف لي بروبريتي تاعها، يعرف ثاني تكنيسيان سوبيريور يعرف لا ميتونونس تاع لاباري تاعو، يعرف يمشيها، يعرف لي بروبليم الكتريك اللي فيها، يعرف لي بروبليم ميكانيك اللي فيها. على مستوى المعهد عندنا عامين وين نديرو شويه قراية تيوريك اي براتيك، وفي لافان عندنا 6 mois اللي حتكون في الشركات. البلاستيك كصناعة أصبحت اليوم تحتل الصدارة، فهي تدخل في تركيب الأشياء والأدوات المحيطة بنا، وبغرض توفير اليد العاملة المؤهلة وتلبية لاحتياجات السوق الوطنية لهذه الصناعة، عمل نادي المقاولين والاقتصاديين لمتيجة على إبرام اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين للتكفل في تكوين شباب مؤهل قادر على ولوج عالم الشغل في المستقبل في مجالات عدة، لا سيما في قطاع صناعة البلاستيك. شروع في تكوين هذا التخصص بناء على طلب من سوق العمل واللي متمثل في نادي المقاولين الصناعيين للمنتجة، واللي في نهاية التكوين حسب الاتفاقية أنه يتم إدماج هذا المتربصين كامل مباشرة في سوق الشغل. احنا كنادي صناعيين عندنا واجب أول تشغيل الشباب، يعني في كل الشركات في كل ميدان، والطلب الخاص هذا تاع البلاستيك جاء من الشركات تاع البلاستيك، خاطر ما عندهمش خدامين سبيسياليزي في البلاستيك. دونك درنا مشاركه مع وزاره التكوين المهني، والشركات تاعنا خدموا مع التكوين المهني من البروغرام حتى الستاج اون انتربريز. عندنا 5 شركات اللي راهم في البروغرام يعني دائما، وشركات واحد اخرين. الطلب الثاني من جهة السياسة الاقتصادية تاع الجزائر، كنا في تحويل البلاستيك راهو في كل حاجة دركا، تنوضي الصباح باش تغسلي سنانك، تشعلي التلفزيون، كلش بلاستيك. دونك يعني كان تطور في الشركات تاع البلاستيك هنا في الجزائر، دونك سافا يبا يبا دي زومبلوا بور لي جون اون بليس. ومن أجل تجسيد كل المعارف النظرية على أرض الواقع، تعمل هذه المؤسسة الخاصة المتخصصة في صناعة مواد التجميل وبوحدتها الخاصة بصناعة وتحويل البلاستيك على استقبال هؤلاء المتربصين، أين يقوم تقنيها ومختصيها بتأطيرهم ومرافقتهم لتلقينهم كل المهارات اللازمة والتقنيات الحديثة في هذا المجال. حنا نتبعهم نوري لهم ملا ماتير بريمير، يتعلم كاع كيفاش تصرا لا ترانسفورماسيون بلاستيك، باسكو حنا اون في لا ترانسفورماسيون بلاستيك، وهنا عندنا 3 تيب دو ترانسفورماسيون. عندنا نخدموا القرعه سي جي بي اتش دي، سي ان اوتر موند. عندنا جي بي بي وين نخدموا لي بوشون لي بو كذا، سي ان اوتر تيب دو بلاستيك. وعندنا لو بي تي يخدم لي فلاكون، سي ان اوتر تيب. دونك عندنا 3 تيب موديل يتبعوا اشاك فوا. دونك اشاك فوا نديروا لهم ان كور، اشاك فوا يجوا يتبعوا، نوري لهم كيفاش تصرا لا ترانسفورماسيون ا زيرو، واش من لا تمبيراتور لي لا تمبيراتور فيزيون لي البلاستيك يبدا من السوليد الليكيد ليطاب هذيك. دونك يتعلموا من لي باس، قرينا لهم لي كومبريسور باسكو يسحق الريح، ريفروديسمون،
دونك هذو المملي ما يشوفوهمش في السنتر تاعهم، هنا يتعلموهم يشوفوهم. دونك هنا يتعلموا الهيدروليك، لي بنيماتيك، الكتريسيتي، الكترونيك. دونك هنا يتعلموا كاع كاين كاع التخصص. هذو من لي زونتربريز فتحوا لنا ابواب الشركات تاعهم، الحاجه اللي نشوفوها تيوري في الانستيتو نجيو هنا نبراتيكيوها اكثر واكثر، نشوفوا لي زيكيبمون لي بلو تار كيف نخدموا بهم، ندوا نظريه عليهم باش ما نصيبوش بروبليم كي نبداو نخدموا ان شاء الله. Les entreprises allemandes de transformation de la matière plastique, milita granulée ou bien poudre, hataywlo des objets en plastique à satisfaire le besoin du client. Hna dakhl sharikat ntaarfou ala kol kol jawanib li khassou plastik. Min alat, min mawad, kifash nkhaltou mawad bash nkharjou mantouj plastiki li bi jawda aliya, كيفاش نتعاملوا كي تكون درجة حرارة عالية في الموعد خاطر درجة الحرارة أثر لنا على المنتوج. كل ما يحط بالبلاستيك وكل جوانب اللي تحط بالبلاستيك نتعرفوا عليها هنايا داخل الشركة. احنا كأساتذة في المعهد رانا نرافقوا الطلبة في كل أسبوع يخرجوا مؤسسة كمؤسسة مثل هذه باش يحتكوا مباشرة مع الميليو بروفيسيونيل ونشوفوا هذا لي ماشين وهذا الماكينات تاع تحويل البلاستيك. المؤسسات كهذه تاع تحويل البلاستيك بانواعها بجميع انواعها باش يكونوا يعرفوا وميتريزيو لي طاش اللي راح يكون عندهم في المستقبل يكونوا في البوست تاعهم ان شاء الله. البلاستيك مع مور لازم له وقت طويل باش يتحلل في البيئه، وكيكون في مراحل التحلل تاعو حيولي توكسيك اللي يولي يأذي لنا النبات، يأذي لنا الحيوانات، يأذي لنا بزاف كائنات اللي خلقها ربي سبحانه. تسمى لازم نحاربوا الرمي العشوائي للبلاستيك في المحيط تاعنا. تو في تري تري اتونسيون على لانفيرونمون، مي كيف نقول لك كاين لازم تكون ثقافه ثانيه عند المواطن. ما يرميش البلاستيك في كل مضرب، كاين نديرو كاين دي زوندوا بيان بريسي فو فير دو ريسيكلاج، يعني لازم تكون ثقافه جيده تتعلم في المدرسه كيفاش نحاولوا مع البلاستيك، كيفاش نحاولوا مع الزجاج، كيف نحاولوا مع الكاغط باش هكذاك نقدروا نريسيكلي. للتكوين اهميه بالغه في توفير كفاءات مؤهله في مجالات عده وبلوغ الاهداف المرجوه. إذن تعتبر الرسكلة والاسترجاع لمادة البلاستيك واحدة من أنجع الحلول للقضاء على التلوث البلاستيكي وإنقاذ الطبيعة، وهذا يدخل ضمن مهام الوكالة الوطنية للنفايات التي يقتصر عملها على إنجاز الدراسات والبحوث العلمية الدقيقة ووضع الاستراتيجية اللازمة والأرضية المناسبة لتسيير النفايات، بالإضافة إلى حملات تحسيسية توعوية في مجال النفايات. روح نشوفوا هذا الروبورتاج للزميلة صبرنا علوس. نتابع. في ديناميكية دائمة ينشط هؤلاء الشباب بالوكالة الوطنية للنفايات، هذه المؤسسة التي أنشأت سنة 2002 لمرافقة عملية تسيير النفايات وتقديم المساعدة التقنية لمراكز الردم التقني. يتم يعني هذه المرافقة من خلال عدة أشياء نذكر منها، من خلال تجسيد وإنشاء الدراسات الخاصة بالمخطط التوجيهي لتسيير النفايات، كذلك في مجال المراكز الردم التقني للنفايات تقدر تقوم الوكالة بعدة مهام. على سبيل المثال نقدر الوكالة تقدر دير زوديت دو فونكسيون تاع هذا المركز الردم التقني للنفايات، كذلك من خلال يعني التسيير تاع المركز بحد ذاته تقدر الوكالة تقدم تمد يعني مساعدة تقنية للمسيرين تاع هذا المركز.
محور أول وهو التصميم، أي نسهر على تصميم الخنادق، خنادق الردم للنفايات، وأيضا نتدخل في غلق هذه الخنادق، بمعنى إنجاز دراسات غلق هذه الخنادق أو دراسات إنجازية من الأول. أيضا المحور الثاني وهو متابعة أشغال إنجاز هذه الخنادق، محورنا الثاني في المملكة النفايات. والمحور الثالث هو استغلال مراكز الردم التقنية، بدءا من استقبال النفايات إلى استغلال خندق الردم التقني، وأيضا نتدخل في مجال معالجة مخلفات النفايات، ألا وهي الغازات المنبعثة عن تحليل النفايات، أن هناك غازات حيوية تنبعث من تحلل النفايات، وعصارة النفايات. نحن نسهر على متابعة المستغل لهذه المنشآت تقنيا في لا تنتهي مع غلقه فقط، ولكن يتم يستمر الانبعاث الغازات وعصارة النفايات لمدة تتراوح بين 25 سنة حتى 30 سنة بعد غلق الخندق. معناها بعد ما يتوقف استقبال النفايات تستمر انبعاث هذه المخلفات النفايات، لذلك يتوجب متابعة هذه المخلفات كل هذه المدة فيما يسمى البوستيك. طن سنويا تنتج من فيما يخص يعني النفايات المنزلية، رقم هائل اللي ينوبوز جوستمون باش نكثروا العمل تاع التحسيس مع المواطن، تحسيس مع الجماعات المحلية، تحسيس مع المؤسسات، يعني كامل رانا مسؤولين على هاد الكمية الهائلة اللي راهي تنتجها الجزائر في يعني من النفايات. ويتقرب عمال الوكالة من الأفراد خلال موسم الاصطياف لتحسيسهم حول أهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ. عندنا تاني كون كومبان دو سنسيبيليزاسيون اللي حنا نقوم فيها بها على مستوى ولايتين، ولاية بومرداس وولاية بازا، خدينا يعني ولايتين نموذجيتين. علاش؟ خاطر سي لي بلاج اللي ال سون بلو فريكونتي، اللي كاين لو بلوس دو موند. هاد في هاد لي بلاج حنديروا دي كومباني دو سنسيبيليزاسيون على الفرز الانتقائي للنفايات، يعني المواطن في البحر يجينيغ تانيك بوكو دو ديشي اسونسيالمون البلاستيك، كاين بزاف بلاستيك اللي نلقاوه في البحر. دونك سي لوكازيون بور نو باش نديرو تحسيس تاع المواطن باش ينقص يعني الانتاج تاع النفايات ديالو، ولا او بيغ يحطهم في الحاويه المخصصه لذلك. بات من الضروري الاستثمار في النفايات، فهي ليست مجرد مخلفه او قمامه، وانما ثروه اقتصاديه يجب استرجاعها كماده اوليه تستعمل في عمليه التصنيع، وهذا للتشجيع على تطوير. تحسين الخدمة العمومية. ما الآن خلونا نروح نشوفوا بعض الصور لمنطقة توجة بولاية بجاي، هذه المنطقة التي تتمتع بتنوع مواردها الطبيعية وأيضا الحيوانية، هي مناظر خلابة تسر الناظرين.
وبهذا نكون وصلنا لختام عددنا لنهار اليوم. كانت هذه جملة المواضيع اللي حضرهانا الطاقم الصحفي للمجلة. فيما يخص اقتراحاتكم حول الانشغالات البيئية، صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة أسفل الشاشة هي تحت تصرف الجميع. في الأخير تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمكم. إلى اللقاء.